45,000 رأس من العجول الألقاب، 150,000 رأس ديال الذبح، وحدي تقطيع اللحوم، وحدي تخزين اللحوم. وسائل لوجستيكية 1380 عربة حاليا مازال وصلنا دابا تقريبا عندنا 600 طن. اليوم قمنا بافتتاح مصنع ديال الجبن ومصنع ديال العصير في اطار المنظومه الصناعيه ديال كوباك، اللي هي تعاونيه رائده ومثاليه في بلادنا واستراتيجيه ايضا في بلادنا. هاد المصانع بالاخص
مصنع تصنيع وتحويل الحواميد إلى مركز وإلى عصير، ولكن المركز هو أول من نوعه في بلادنا، وهو مصنع بحقيقة استراتيجي اللي كان يمكننا من خزن الفائض ديال الحواميد اللي كنعرفوه مرة في بلادنا. هذه التعاونية هي أيضا مثالية، حيث استثمرت أكثر من 600 مليون درهم في إطار الأزمة.